علشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. معنا المستشار التقني أستاذ سالم الزهراني. صباح الخير. أهلا عبد الله. أهلا سارة. حياكم الله. الله يحييك. يعني الكلب هاوس قد ما الناس في البداية اتجهت بشكل كبير وغريب للكلوب هاوس، بقدر ما طلعت الآن معلومات كثيرة حول تسريب البيانات، تسريب التسجيلات الصوتية، ربطها بحساباتهم الأخرى. خلينا نتكلم عن هذه الثغرات، عن حلولها، عن المشاكل اللي ممكن تواجههم. نعم، هو مشروع زي كذا، أو خلينا نقول خدمة زي كذا، تطبيق كلوب هاوس من الأفكار الجديدة والمشاريع الجديدة اللي تنزل ونشوفها باستمرار، تلبي رغبة المستخدم في أنه يتطور يوما بعد يوم، رغم أنها هي فكرة مقلدة لكثير من الخدمات السابقة اللي كانت منذ بداية الإنترنت كانت موجودة، وهي زي ما ذكرتم هي أشبه بالدردشة الصوتية وتقدم خدمة. أي خدمة جديدة أو أي مشروع أو أي تطبيق لما ننزل للاستخدام مع الجمهور يكون معرض للكثير من خلينا نقول مش الاختراقات، لا، كثير من الثغرات. فالثغرات حينما يصنع تطبيق أو مشروع أو منصة رقمية، الاستخدام هو اللي يبين هذه الثغرات اللي موجودة عندنا. فالثغرات اللي موجودة البسيطة ممكن تكون من خلال استخدام دالة معينة بشكل خاطئ، يعني أحيانا ممكن شرطة تغير مجرى الدالة تماما. يعني بعض الدوال في البرمجة إذا لم تنتهي بشرطة، مثلا على سبيل المثال نوضح لكم إيش هي الثغرة، فيكون هذه الدالة وتكون هذه الدالة عرضة للاختراق من قبل المبرمجين ومن قبل المخترقين، فيرجع المبرمج مرة ثانية يضع هذه الشرطة فيغلق على المستخدم أو اللي محاول أنه يخترق هذه الدالة بطريقته. فأي خدمة جديدة تكون معرضة لظهور الكثير من الثغرات، وبالتالي عملية إصدار تحديثات بشكل مستمر. يعني أغلب التطبيقات إحنا لما نجي نحاول ننزلها مرة ثانية ونعمل تحديث أو أبديت، يقول لك والله هذا التحديث يشمل تحديث أمني. تحديث الأمن هذا ما هو إلا عبارة عن تعديل ثغرة كانت موجودة يمكن أن تستغل في اختراق هذه الخدمة أو الخصوصية للتطبيق. طيب كلوب هاوس وش اللي صار فيه من اختراق تحديدا؟ الكلوب هاوس زي ما قلت لك هي خدمة جديدة، وتم استغلال بعض الثغرات اللي موجودة. سحبت كمية كبيرة من البيانات. إيش هي البيانات؟ البيانات الصوتية وبيانات المستخدمين، زي ما مثلا رقم الجوال، الإيميل، بعض الأرقام السرية اللي ممكن تكون موجودة على الجهاز، بعض الأشياء اللي موجودة في ملف. الأرقام السرية عفوا الموجودة على الجهاز نفسه، على الجوال أو لا لا لا، اللي موجودة على الكلوب هاوس، يعني اللي تخول الشخص أن يدخل على تطبيق الكلوب هاوس. لكن تطبيق كلوب هاوس وغيره من التطبيقات تعتمد على الدخول بالمصادقة الثنائية اللي هي عن طريق كلمة المرور وعن طريق الكود اللي يصل إلى رقم الجوال. البعض قال إنه الرقم السري مثلا لو كان مرتبط بتويتر أو بالإنستغرام حيكون الرقم السري كمان تم يعني معرفته إذا لم يغير المستخدم. يعني الآن حيكون مثلا رقمك السري، خلينا نقول مثلا رقمك السري مثلا في الكلوب هاوس 1 2 3 4 5 6. طيب بعض المستخدمين ما يكلف نفسه أن يغير كلمات المرور. المخترقين عادة لما يأتي ويحصل على كلمة مرور لشخص معين وعنده بيانات الحسابات الشخصية اللي موجودة للشخص هذا في شبكات التواصل الاجتماعي، سواء بريد إلكتروني أو حسابات بنكية أو تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، يبدأ يجرب نفس كلمة المرور، فبعضهم يجد أنه نفس كلمة المرور موجودة. لكن هل وصل؟ ما وصل لها. لا، المختلفة لا يصل لها أبدا، لأنه الاختراق تم لقاعدة بيانات الكلوب هاوس. لأنه وجدت رسائل تحذيرية غيروا كل كلمات المرور اللي موجودة في الحسابات. طيب الاختراق للإيميل أيضا، لأن يمكن اختراق كلمة المرور للإيميل المسجل به في كلوب هاوس. إذا كان بغير كلمة المرور أو مغير كلمة المرور لا يستطيع، لكن إذا كانت نفس كلمة المرور، وهذه الخطورة، يفترض الشخص لما يكون مستخدم كلمة مرور موحدة، أو لا يفضل أن يستخدم كلمة مرور موحدة، اللي يستخدمها نفس الإيميل مع نفس التطبيقات يجب أن يقوم بعملية تسجيل جديدة أو يغير كلمة المرور مباشرة. وعموما وإجمالا لما يحدث اختراق أو تعلن أي شركة من الشركات أن عندها صار اختراق في منظومتها، يجب على العملاء مباشرة أنهم يقوموا بتغيير إيميلاتهم وتغيير كلمات المرور. طيب أغلب الناس لما بتيجي تتعامل مع تطبيق جديد ما بتقرأ الشروط والخصوصية واللي المفروض تقرأ قبل ما توافق. صحيح. لأنه الأشياء كثيرة ومعقدة، ممكن الجمل غير مفهومة للبعض. طيب خلينا ننصحهم كذا، وين المفروض يتوجهوا في هذه الجزئية ويعرفوا إيش النقاط اللي لو لقيتها فكر قبل ما توافق على الشروط. صحيح. الآن أغلب الشركات إذا وضعت خدمة مجانية للمستخدمين، هم الشركات ينظرون إلى خدمتهم أولا أو مصلحتهم أول. فالشركة
خصوصا في القضاء في الدول الغربية، قضاء يعني خلينا نقول أعمى، ما يفرق بين الصح والخطأ عندهم، لأنهم هم واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني قبل فترة واحد اشتكى والديه، قالوا اشتكاهم بحجة أنهم هم أنجبوه بدون ما يأخذون موافقته. فهم يحمون نفسهم بمجموعة من الاشتراطات القاسية جدا حتى تحمي حقه، لأنه الشركة لما تنزل خدمة بيستخدمها ملايين. أنا ممكن مليون من المليون هذا شخص واحد يجيب أجل الشركة أو يخليها تغلق. فالشركة تضع كل المعايير وكل الشروط، ما حصل شيء، أي بحيث أنه ما يدخل عليها أي ثغرة قانونية. العميل هو يحصل على خدمة مجانية، يفترض أنت إذا بتحصل على خدمة مجانية تكون مركز في بعض الشروط وبعض البيانات الخصوصية اللي موجودة في التطبيق. إذا أنت خايف على بياناتك أو في بيانات سرية، لا تنشرها في هذا التطبيق أو لا تسجل في هذه الخدمة من الأساس. البيانات اللي موجودة عند العميل هي لا تتعدى ثلاثة أنواع من البيانات: بيانات بنكية أو مالية، بيانات خاصة وسرية، أو بيانات عامة. البيانات العامة العمر، الاسم، الهوايات. البيانات الخاصة هي تتكون عبارة عن الصور أو الفيديو الخاصة فيه أو الصوتية زي ما حدث في الكلاب هاوس، واللي الآن الشركة مقلوبة عشان بعض التسجيلات الصوتية اللي تم اختراقها، يتم احتفاظ بالتسجيلات الصوتية اللي حاصلت. بالضبط. أو البيانات البنكية اللي هي خاصة ببيانات البنوك والفيزا والماستر كارد وخلافه. شكرا جزيلا لوجودك. يعني المعلومة المهمة أنه كل تطبيق مجاني أنت قاعد تدفع طبعا بياناتك الشخصية، أو صحيح. ستقدم لهم خدمة مقابل أخذك واستخدامك لهذا صحيح. التطبيق يجب أن تتنبه من خلال قراءة بكل تأكيد الشروط القانونية. شكرا جزيلا لوجودك معنا المستشار التقني الأستاذ سالم الزهراني. يعطيك العافية. شكرا لكم. يعطيكم العافية. شكرا لكم.